مرت سنوات طويلة، المكان لم يتغير، فيما الذكريات لا تزال تنبض بالحياة، روحه حاضرة رغم الغياب الطويل. أحمد قبازرد واحد من أبرز المقاومين الكويتيين، قامت القوات العراقية باعتقاله على خلفية سلسلة عمليات مسلحة قام بها، فناله من التعذيب ما لا يمكن وصفه إلى أن تمت تصفيته أمام منزله. 11 يوم كان بالتعذيب، يوم واحد تعذيب من راس الريولة دم. هني أحمد تميز أداء، قوة، شخصية، عرفت شلون؟ ما يرد على العراقيين. في المنزل لا يراد للمكان أن يتغير، في كل ركن هو حاضر بينما الدموع لا تزال ساخنة. أخوي، روحي، حياتي، كبرنا مع بعض، مع أني يعني ليه الحين أتحسر أنه ما أخذنا وقتنا معاه. حزن ودفء يخيمان على المكان، شعور يعطي انطباعا قويا على أن أحداث القصة جرت بالأمس القريب على الرغم من مرور كل هذه السنوات. الشهيد يعتبر قدوة، والإنسان لازم يقتدي في شخص له مكانة سامية عند رب العالمين. الأعمال اللي سواها صار لنا الواحد يفتخر أن أكون مثله. تحرص العائلة على رفع الأعلام كل عام في مقبرة الشهداء، عادة سنوية لا يمكن التفكير بتجاوزها. 30 عاما مضت فيما الذاكرة لا تزال متقدة بذكرى من فقدوهم، في تجربة يحاول الكثير من الكويتيين تجاوزها، بينما لا يمكنهم نسيان ذكرى من فقدوهم. راشد العيد، العربي، الكويت.